الحقيقه البطوله مشارك فيها 220 لاعب، وبطوله دوليه بتقام للعام السادس، والسنه دي 220 لاعب من 10 دول، وبتستمر لمده 7 ايام لغايه يوم 13 اكتوبر. وطبعا بطوله قويه جدا، وبيشارك فيها لاعبين معاهم القاب دوليه، استاذ دولي كبير واستاذ دولي، ولاعيبه مصنفه دوليه. والبطوله طبعا فرصه للاعبين المصريين والاحتكاك، وايضا تعتبر ضمن السياحه الرياضيه وتشجيع اللي هي الدول الخارجيه واللاعبين من الدول انهم يحضروا معانا ويشاركوا. والحمد لله البطوله ناجحه جدا، والعام السادس بتقام. عدد الجولات 9 جولات، بتبدا من يوم 7 اكتوبر لغايه 13 اكتوبر. على الجوائز بتبدا من 2000 دولار رقم واحد لغايه رقم 20 بياخد 100 دولار. هذه البطولة مميزة عن جميع البطولات التي سبقت، حيث من حيث عدد المشاركين تجاوزوا 230 لاعب ولاعبة أعمار مختلفة، اعتبارا من 75 عام حتى 8 أعوام. بلعب شطرنج بقالي 4 سنين. انا النهارده في بطوله مرسى مطروح. التنظيم عجبني جدا، كل حاجه هنا اكتر من ممتازه. انا خدت بطوله افريقيا تحت 18 سنه، وانا 13 سنه بس، وخدت لقب اصغر استاذه دوليه في مصر وافريقيا، وكمان خدت مركز 8 على العالم، وقدرت ان انا ابقى اول بنت مصريه وعربيه وافريقيه تاخد اللقب ده. باجي البطوله دي كل سنه، دي ثالث مره اقدر البطوله دي. بقالي 4 سنين بلعب شطرنج وحابب اللعبه قوي. اكثر من 10 لاعبين دوليين اصبحوا دوليين في مطروح بينافسوا في هذه اللعبه، ايضا ابطال العالم وابطال مصر، ابطال المنتخب القومي المصري حاليا موجود في مطروح وبينافس، وهي بطوله دوليه للمره السادسه. المشاركه دي هي المشاركه الثالثه. البطوله ما كانش معروف لدى الجميع الا الفتره الاخيره دي، لما اشتركوا فيها دول لعيبه من دول كتير، من بره، من مثلا من ليبيا ومن السودان ومن الهند،